المنصة الرقمية للمصدرين الجزائريين الجزائرية إكسبو تهدف إلى ترقية الصادرات الجزائرية كما تعتبر دليل إلكتروني للمصدرين الجزائريين والمتعاملين الاقتصاديين الذين لديهم قدرات الولوج للأسواق العالمية في مختلف القطاعات المصنفة إلى 6 قطاعات كبرى: الفلاحة، الصناعات الغذائية، الصناعة، الصيد البحري، الخدمات والسياحة، الصناعة التقليدية، الأشغال العمومية والبناء. سنضيف في الآونة القليلة القادمة صناعة صيدلانية وصناعة الطاقة والمناجم لعندنا فيهم قدرات وإمكانات تصديرية هائلة، لابد أن نغتنم ذلك. تسمح لسفاراتنا وقنصلياتنا بالخارج بتوجيه شركاء أجانب وإبلاغهم بإمكانات إقامة علاقات تجارية مع نظرائهم الجزائريين على أساس رابح رابح. تم إحصاء لحد الآن مع الأسف الشديد 100 مسجل فقط، وكان 250 طالب تسجيل.